ألف مبروك. خبر إن إحنا اختبار الحمل الموجب وإن في بيبي جاي في الطريق ده خبر سعيد. مهمتنا أو إحنا دلوقتي في الفيديو ده هنحاول نوصل لحضرتك معلومات بسيطة عن الأغذية اللي ممكن تؤثر على الحمل بالسلب طوال فترة الحمل. أول حاجة أثبت علميا إن الكافيين والتدخين بيؤثروا تأثير سلبي على الحمل. الجرعة المسموحة من الكافيين هي كوباية كافيين واحدة في اليوم فقط لا غير. طبعا كل أنواع الكافيين ابتداء من القهوة التركي مرورا بالإسبريسو والكابتشينو والنسكافيه. تاني حاجة التدخين. التدخين يفترض ان هو يمنع نهائيا، التدخين الايجابي اللي هو تبقى السيدة بتدخن بنفسها، او التدخين السلبي ان هي تبقى في حد قاعد معاها في مكان مغلق بيدخن. الاتنين دول ليهم تأثير سلبي على ان الحمل يكمل، وفي الشهور الاخيرة كمان بيؤثر على نمو البيبي. تاني حاجة ممكن تأثر على البيبي هي القرفة. القرفة احنا عارفين ان هي بتعمل انقباضات في الرحم، فلا يفضل ان احنا نتناول القرفة بكميات كبيرة، ويفضل ان احنا نبتعد عنها كثيرا طوال فترة الحمل. الحاجة اللي بعد كده هي المشروبات الغازية بكافة انواعها. المشروبات الغازية بتقلل امتصاص الكالسيوم وبيبقى ليها اثار سلبية، وخاصة علشان هي فيها نسبة جلوكوز عالية جدا، فيفضل ان احنا نبتعد عنها طوال فترة الحمل. الحاجة التانية اللي بتبقى ممنوعة طوال فترة الحمل هي اللحوم المصنعة. اللحوم المصنعة بكافة انواعها يفضل ان احنا نبتعد عنها طوال فترة الحمل. بننصح بتناول اللحوم اللي هي مستوية كويس، مستوية على النار، وبتبقى مستوية well done. اي animal source او اي مصدر حيواني لازم يبقى تعرض للنار بفترة كافية علشان نضمنين ان هو ما ينقلش اي ميكروب بالنسبة لنا ويخش للبيبي ويأثر عليه تأثير سلبي. اللي بعد كده الحاجات الممنوعة تانية في الحمل هي الاسماك المملحة والاسماك المدخنة. يسمح لينا ان احنا نتناول الاسماك مرتين في الاسبوع، والاسماك دي تكون مشوية او مقلية، لكن اللحوم او الاسماك المملحة او الاسماك المدخنة يفضل ان احنا نبتعد عنها تمام. في نوع تاني من السمك برضو اللي هو الماكريل، بيفضل ان احنا نبتعد عنه علشان ده بيبقى فيه نسبة عالية من تركيز الزئبق، والزئبق ده بيأثر على الحمل وبيؤثر على البيبي ونمو البيبي، فنبتعد برضو عن النوع ده من الاسماك مع تناول بقية الانواع المطهية طهي جيد. برضو في نوع تاني من الأطعمة اللي هو الأطعمة الحريفة أو الأطعمة المملحة. الملح الزايد بكميات كبيرة في الحمل بيؤثر على وزن السيدة ويؤدي إلى حدوث تركيز سوائل في الجسم. يعني بتلاقي ايديك منفخه، رجليك منفخه، مش قادره تتحركي، مش قادره تلبسي الشوز اللي انت كنت متعوده تلبسيه علشان احنا اكلنا املاح كتير. فاحنا بننصح حضرتك ان احنا ناكل كميه الملح الطبيعيه اللي هي بتبقى موجوده في الاكل، لكن الاغذيه المملحه يفضل ان احنا نمتنع عنها امتناع كامل علشان ما تاثرش عليا وتؤدي الى حدوث انتفاخ. ان شاء الله ربنا يتم شفاكي على خير، ويتم الحمل على خير، وتقوم انت والبيبي بالسلامه. تابعينا في الحلقات الجايه للاجابه عن استفساراتك واسئلتك.